أيها المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات، معنا الآن شاعرة وكاتبة خصوصية مبدعة حقا، السيدة الشاعرة والكاتبة أميمة الزيدي، التي أخذها العمل الحكومي والعمومي من إبداعاتها في سنوات طويلة، وهي هي تعود إلى الفن مرة أخرى والأدب والثقافة في حوارها معنا عبر جريدة أصوات. أهلا بك أستاذة أميمة. أهلا بك أستاذ. تشرفنا بك. للشرف، يعطيني الشرف أستاذ كبير ومبدع وناقد سينمائي وفني وشاعر والكتابات ما إلى ذلك. الله يخليك وبارك الله فيك وبارك الله عليك كما تقولون. أستاذة أميمة، أنت لك العديد من الكتابات ما بين شعرية وقصصية وفنية، أين النشر وقراءة الجماهير لها وتواصلها معها؟ لم تتح لي فرصة أن ألتقي بناس يشجعونني على التأليف وعلى النشر، وأنا ظروفي شوية شيئا ما صعبة شوية، ومع ضيق الوقت مع ضيق الإمكانيات لم يتأتني ذلك مع كلمة. هل تخططين لنشر جوال أو مجموعة قصصية قريبا؟ نعم، بكل تأكيد إذا أتيحت لي فرصة ذلك فلماذا لا؟ ما هو العنوان الذي ستختارين له للديوان أو لمجموعتك القصصية القادمة؟ نسمات عابقة. مرة أخرى؟ نسمات عابقة. نسمات عابقة. عابقة. اللغة الفرنسية سوفلي بارتيلي. صراحة يعني عنوان جميل ورهيب ودل على الشاعر وعلى يعني إحساس شاعرة كبيرة. شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك. وإذا كانت رواية قصصية أو مجموعة أقاصيص، ماذا ستقولين في عنوانها؟ مهد حياتي. الله، لك اختيارات جميلة. مهد حياتي بكل ما كلمة من معنى. لو عدنا إلى الوراء قليلاً، ماذا لديك من حيثيات وتداعيات جعلتك تحبين الكتابة والفن والإبداع؟ هل هذا موروث لديك من الوالد أو الوالدة؟ نعم، هناك موروث من أجدادي ومن بالخصوص الأب ديالي المرحوم محمد السالم رحمة الله عليه. هو كان فنان في فن المشتلة والبسملة. كان فنانا بمعنى الكلمة. شكرا للكاتبة والشاعرة أميمة الزاهي على هذا اللقاء. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.